السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير متابعين جزا الله. نتواجد الآن بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث سيشرف صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بجولة في هذا المستشفى. هذه الجولة ستكون لقسم جراحة القلب للأطفال، حيث أجريت في الأيام الماضية تقريبا 40 عملية قسطرة و12 عملية قلب مفتوح. أعزائي المتابعين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية.